محمد الشامخ، معرض الشامخ للأثاث والديكور، أحد العارضين في معرض أثاث دمياط. دي مشاركتنا الحمد لله في المعرض في خلال سلسلة معارض من حوالي 3 سنين لحد دلوقتي، والحمد لله المعرض في تطور مستمر سواء من ناحية المعروضات أو من ناحية الدعاية ومن ناحية برضو الأسعار وبصراحة والخدمة اللي بنقدمها للعميل. ما شاء الله يعني متطور المعرض باستمرار. يعني ما شاء الله في الدورة دي حجم إقبال مختلف بصراحة وأفضل من يعني من كل مرة. برضو ده نتيجة كان في دعاية مهمة للمعرض من قبل المعرض، وكان في افتتاح رسمي فيها، وطبعا يعني الحمد لله بثقة العملاء بتزيد يوم بعد يوم، وطبعا مع الاستمرارية وسلسلة المعارض اللي موجودة دايما باستمرار، فالحمد لله عملنا ثقة وعملنا قاعدة جماهيرية نقدر تساعدنا في أي وقت اللي احنا إن شاء الله نشارك ونقدم لهم أفضل خدمة إن شاء الله. طبعا الأسعار السنة دي الحمد لله بقدر ما، لأن احنا مصنعين فطبعا مفيش فيها زيادة كبيرة بالنسبة للأسعار حاليا. طبعا ده لان طبعا انت بتاخد في خلال المعرض من المعرض يعني من المعرض مباشر، بيبقى عليها يعتبر دي قيمه التكلفه وعليها نسبه ربح بسيطه جدا، والاهم بيكون في المعرض اللي احنا بقدر الامكان ان احنا نعمل يعني شغل كويس وعدد مبيعات يكون افضل بحيث تقدر تعوضنا وتغطي معانا تكاليف الانتاج، وطبعا بيلمسوا الجمهور لان طبعا دي بيبقى مفيش وسيط ما بين الاثنين، ما بين الصانع وما بين المستهلك، وطبعا بنقدم خدمه الكاستمايز بالنسبه للعملاء لو عايز يدوا تعديل في اللون او في الشكل او في المقاس، برضو دي نقطه ان شاء الله بنقدمها. طبعا بيبقى ما عليها ضمان المنتج خاص بينا في المعرض، وطبعا متوفر خدمه ما بعد البيع، ويعني الحمد لله فضل ربنا من احسن لاحسن يعني ان شاء الله، ونامل برضه في الفتره الجايه يكون افضل برضه ان شاء الله. يعني.